موجز لآخر الأخبار. مقترح أمريكي جديد بشأن غزة يتضمن خفض القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفي، وحماس ترسل وفداً إلى القاهرة من دون المشاركة في المفاوضات. سقوط صواريخ في كريات شمونة ومستوطنات بالجليل الأعلى شمالية إسرائيل مع استمرار التوتر على الحدود مع لبنان. القوات الأوكرانية تتقدم في بلدة مالايا الكونية في كورسك، وروسيا ترد بحصار بلدتين في محور بوكروفسك بدونيتسك. زيلينسكي يقول في خطاب استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي إن الحرب انتقلت للأراضي الروسية، ويوقع قانوناً لحظر الكنيسة التابعة لموسكو. كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز قدراتها النووية رداً على قيام واشنطن بمراجعة خطتها الاستراتيجية النووية بشأن بيونغ يونغ. ترامب يشيد بتأييد روبرت كينيدي جونيور لحملته الانتخابية ويقول إنه ملهم لملايين الأمريكيين. الشرطة الألمانية تواصل البحث عن مهاجم مجهول بعد قيامه بقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين طعناً في مدينة زولينغ غرب البلاد.